السلام عليكم. النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة شاومي أعلنت عنه، وهو موبايل شاومي ريدمي نوت 14، الموبايل اللي يعتبر كله مستنيه. وأنا عايز أقولك الموبايل فعلا بيقدم مواصفات ممتازة وقوية جدا قصاد سعر رخيص قوي، وده تعرفه يعني لما تسمع المواصفات وتقارنها في السعر هتعرف إن موبايل ناجح بنسبة 100%. فركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه. أول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت 162 ملي، وبعرض 75 ملي، وبسمك 8 ملي، والوزن عامل حوالي 190 جرام، والظهر بتاعه بيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات 5G. وبنسبة صوت الموبايل الخارجي، فالصوت هنا بيجي استيريو بقوة 24 بت، وبيدعم منفذ 3.5، والبصمة بتاعته بتجي في زر الطاقة، وبيجي مع معمارية IP64، يعني مقاومة للأتربة ورذاذ الماء فقط. وبنسبة للشاشة، فالشاشة بتاعته بتيجي من نوع OLED بمساحة 6.6 بوصة، مع نسبة استحواذ بتوصل ل 87%، وبدقة 1080x2400 بكسل، وبأبعاد 20x9، ومع كثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل 2100 شمعة، ومع معدل تحديث عالي واللي هو ال 120 هرتز، وبتدعم كمان تقنية ال HDR10 بلس، وضيف عليهم Always On Display، وبيجي فوق كل دوت طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس 5، ودي واضح إن الشاشة ممتازة، أنا مش شايف فيها أي عيوب. أما بقى بالنسبة للرام والذاكرة، فالموبايل دوت بيجي بأربع نسخ. النسخة الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والنسخة الثانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الثالثة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الرابعة 256 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS 2.2. ومن ناحية بقى السوفت وير والمعالج، فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة هايبر او اس، مع معالج ميديك ديمنسيتي 7025 الترا بمعمارية 6 نانو، وبيجي ب 8 انوية بتردد بيوصل ل 2.5 جيجا هرتز، مع معالج رسومي IMG PXM8256، ودوت معالج محترم جدا هيديك اداء جبار كبرمج والعاب، وفي نفس الوقت حافظ لك على البطاريه بشكل ملحوظ بسبب معماريه التصنيع اللي هي 6 نانو، وفي نفس الوقت زي ما قلنا اداؤه جبار قصاد السعر. ومن ناحيه الكاميرات، فالموبايل بيجي بتين كاميرا خلفيه، الاولى بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.5 وبتدعم التثبيت البصري OIS، والكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.4 وديت كاميرا ماكرو، وبيجي معاهم فلاش LED وبيدعموا تقنيه البانوراما والHDR، ويقدر يصور فيديو بدقه Full HD بسرعه 30 فريم. وبالنسبه للكاميرا الاماميه، فبتيجي بدقه 16 ميجا بكسل، وتقدر تصور فيديو بدقه Full HD بسرعه 30 فريم. وانا عايز اقول لك ان الكاميرا الرئيسيه الخلفيه هنا كاميرا ممتازه، فتحه العدسه بتاعتها واسعه، يعني الصوره مهما كانت الاضاءه ضعيفه هتكون جودتها كويسه، ودي حاجه حلوه جدا. ولكن الحاجه الوحشه ان هم حاطين كاميرا ماكرو، بس انا كنت افضل ان الكاميرا الترا وايد هتكون افضل من الكاميرا الماكرو، على الاقل استخداماتها كتير. وبالنسبه لباقي التقنيات، فالموبايل دوت واي فاي وبلوتوث من اصدار 5.3، ومعاهم كمان الجي بي اس والاي ار، لكن الراديو والان اف سي وكمان الكالتر ميموري مش اكيد ولا لا، مع ان الموبايل اتعلن عنه. ومن ناحيه البطاريه، فبتيجي بسعه 5110 ملي امبير بسرعه شحن 45 واط مع شحن من نوع تايب سي 2، ودي بطاريه حجمها كويس مع سرعه شحن معقوله. وبالنسبه للالوان، فالموبايل بيجي بثلاث الوان، الاسود والابيض والاخضر. ومن ناحيه السعر، فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 160 دولار، يعني حوالي 7700 جنيه مصري و600 ريال سعودي، و21000 دينار جزائري، و210000 دينار عراقي. وبس كده، كده انا خلصت. وبالنسبه لرايي في الموبايل، فانا شايف الموبايل بيقدم مواصفات قويه وجباره جدا قصاد فئه سعريه صراحه يعتبر رخيص جدا. موبايل مواصفاته نقدر نقول انه في بدايه الفئه المتوسطه، وكمان منافس حلو فيها، وفي نفس الوقت سعره اقتصادي، وانا شايفه موبايل ممتاز. وطبعا لك تحت في التعليقات مهم جدا عنه، سواء كان ايجابي او سلبي هيفيد اي حد هيقراه. وبرضه متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، والسلام عليكم.